بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي ومتتبعات قناة صوت المظلوم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. دائما مع المرحومة سعاد البريقي، واللي وقع لها واللي جرى لها واللي عشتو مع داك العائلة المنحوسة بالنسبة لي، عائلة ديال المجرمين، نص فيهم في السجون، ولادهم في السجون. يعني ديك السيدة كانت عايشة في الجحيم، كانت كتشوف وما تقدش تهضر، كانت كتخاف منهم بحال الجيران ديالهم، حتى هما كيخافوا منهم. خوتي غادي نرجعوا للارشيف، نهار اللي شوف تي في الاخت فاطمة الزهراء درت حوار مع الام ومع الاخت ديال المرحومه، اللي عاودوا المعاناه ديال بنتهم، اللي عاودوا كيفاش بنتهم كانت عايشه وحمد الله. هنا كانت بكوشة، ما كتهضر ما تتكلم، كانت مغلوب على أمرها. وأمي مطنتون سمعتو، غتسمعو بأن الأم غتقول بأن كانت كتموت على رجلها، كتبغي رجلها. أي مرأة كتبغي رجلها، شكون هادي اللي ما كتبغيش رجلها؟ ولكن هاد الزوج المهمل، هاد الزوج اللي ما راعى لا الدم لا العشرة لا لوليداتو لا الوالو، تابع غير الفلوس، تابع غير راكم الخبر راه في راسكم. خالاتي 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 عندك تسخفو، خالاتي عندك تعواجو، خالاتي عندك ملي تسمعوا هادشي يوقع لكم الشلال باش فلوسكم يتكثروا ويتصيفطوا ليا. غنسمعوا معيشة والاخت اسيا شنو عاودوا نشوف تي في الاخت فاطمة الزهراء. يلا سمعوا الله يرضي عليكم. وامي مطو تمعنوا في الهضره الله يرضي عليكم، لان السيد عيا يجيب داك المخرويدين صحابو اللي غيتجروا ان شاء الله، حتى هما غيتجروا معاه، راه ما كاينش اللي غيفلت منها. سمعوا الله يرضي عليكم. قضية اللي هزات الرأي العام المغربي، قضية واحد شابة زوجة أحد اليوتيوبرزات اللي سميتو جمال شانيل، واللي كنا صادفنا هنا في مقر ديالنا ديال شوف تيفي، من بعد ما كنا تكلمنا مع بعض اليوتيوبرزات اللي كانوا جاو عندنا أمام مقر الفرقة الوطنية، واللي كانوا كيتهموا هاد اليوتيوبرز بأن عنده اليد في مقتل الزوجة ديالو، بأن الزوجة ديالو ما ماتتش موتة ديال الله، موتة طبيعية. صادفنا حتى هو جادل بالآراء ديالو، كان عنده حق رد بطبيعة الحال، دواء على انه مظلوم، على ان الزوجه ديالو ماتت موتة الله، على انها كانت مريضه، على انه على انه على انه. اليوم ولاول مره الام الله يرضي عليها الزوجه والاخت ديالها غادي يكشفوا لنا حقيقه وفاه الشابه سعاد الله يرحمها، الله يستر على ضيقه القبور. سعاد هي ضحيه تقاليد وعادات و زواج ديال العائله وحقره. على هادي غنوقفوا العادي، ومشي هو اول واحد ولا اخر واحد يتزوج من العائله. الله ودي اختي فاطمه الزهراء، اش من تقاليد؟ راه الاكثريه كياخذوا من العائله، ولا ما عمرها شي وقع، ولا شي واحد حيد مرتو باش يجيب وحده اخرى. والشرع عطاهم اربعه، يعني الا ما بغاش يطلقها راه الشرع عطاهم اربعه، ما بغاش تعطيك الموافقه صيفطها لدارهم، الا ما تصيفطها للقبر. نزيدوا نكملوا. الامور وقعت لهاد الشابه لان داكشي اللي كنا سمعناه من عند الناس اليوتيوبرزات اللي كانوا ضامنوا مع سعاد كان صراحه مؤلم ويدمي القلب. جات البلاطو اليوم الام ديالها جات عندنا من الغرب من قنيطره، هي والاخت، كنقولوا لهم مرحبا بهم والسلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير حفيد؟ لاباس حبيبتي. كي بقيت؟ وما ناشي. بقيت من جيت بنيت؟ ما ناشي من جيت بنتي بحال اللي عاد ماتت. ما يكون في عوان. بنتي باقا حرقتها ما بردتليش. لحقاش بنتي ما ماتتش موتة الله وغادي نحمدو. وي. هادي موتة العبد، انت دابا غتحمدي الله على اي حاجه، تحمدي الله الحبيبات ديالي. ولكني رانا الحرقه ديال بنتي انا ما غتبردليش، رانا نبكي ليل ونهار، ما عمري نكسب العينين اللي رانا مرضت منهم. عييت من شريف الدوم وكسبت عينيا اللي كانوا حقيقيين. بقى مشعله فيا العافيه بنتي. واخا الحبيبه ديالي سعاد كيفاش تزوجات بهاد ولد خالتها؟ ولد خالتها دابا هي مو اختك، شقيقتك. اختي شقيقتي، وراه عارفهم دابا اللي تيقول اختي مو شحال هذيك واش تكون اختي. كيفاش كانت علاقتك على هادشي اللي دارت في بنتي؟ مو حاش تكون اختي. كيفاش كانت علاقتك باختك قبل ما تعطيها بنتك؟ وهذه اختي كانت معايا مزيانه
وبغات بنتي، قالت لي ما عطيتيها لشي ما تعزاش معاك. اليوم انا من عطيتها بنتي وصبرت معاها من كانت عافي ما في حالهاش وصبرت معاها. علاش عطيتيها؟ علاش هي بغات بنتك ماشي ولدها اللي بغاها؟ انتي قالت لي الولد ولدك والبنت بنتك. نعم انتي خالته، هي اللي بغيت لك العائله، غدا بغيت تمشي معاك تخت. ولكن ولدها ما كانش باغي سعاد. كان باغيها. اها كان باغيها من الاول. بغاها من الاول. من الاول كان باغيها وهضر معاها. أيه. ملي ما كانش باغيها تماك وطج وقال لها باغيها سعاد بغات. انا وصل لي الخبر العلم ديالي بان خطب جوج قبل من المرحومه وما بغاوهش، وحده صاحبة اخته وحده بنت خالته، لان عارفينهم عائله خبات بالعربيه الفصحى. ولقى غا هاد البكوشه مسكينه اللي ما كتهضر ما كتكلم، مكمده وساكته وصابره وصابره. زيدوا نكملوا. سعاد مسكينه بغات هذيك خالتي، بغات تحيد من العربيه تمشي للمدينه، بغات تحيد من العربيه وتمشي للمدينه الله يرحم الوالدين، وتزوج حتى هي ودير وليدات وتبقى تجي عندك مره مره، وتسمى حتى هي راهي هي بنت انها دير دويرتها وانها تستقر. وكنقول لك ست راسها وقالت لي يا اختي العائله غتبقى كما تبغي، لحقاش انت اختي. انت كنتي قلتي ليها لا نتخاصموا اختي خلينا في الثقه. تنقولوا حنا واحد المثل في الدارجه عندك لا يطلع يا اختي، عافاك لما خلينا زوينين بيناتنا هاد الشيء. هاد الجواز راه غيدير لنا العداوه. قالت لي الا ما عطيتينيش بنتك عاد غندير معاك العداوه. نعم تعطيني بنتك وما كاينش حتى شي مشاكل، انا كافية على كل شيء. يلا عطيتها بنتي، خضاتها على نيتي، قالت لي راه غندير اكثر من بنتي. عطيتها لها صافي، دارت الحلال داتها الحلال، قد تترحب بها شي اش من حاله. داروا الفاتحه 12 الشاهد بالفاتحه تزوجها، ما قدرش يجيب حتى العدول، خداها بالفاتحه حتى قربت البنت تدخل المدرسه البنت الكبيره، عاد دارت تبوت الزوجيه وعاد صوب الوراق وعاد طياره الصاروخ. زيد يا مات هي ما تقلبوا عليها بناتها، بقاو تيتفاتنوا معاها خواتاتو خواتاتو بنات خالتها بنات خالتها. علاش مطلقين عنده جوج مطلقين؟ علاش اش بغاو عندها؟ بقاو تيتفاتنوا معاها لا محال، عايشه في العذاب. بقات صابره مسكينه حتى حملت بهذيك يسرى. داك الشيء اللي مشات عليه ما لقاتوش، ما لقاتش الاستقرار ولا والو تخرج وتسارها وغيتقدا لها. داك الشيء مسكينه اللي حلمات بيه، عمرها ما شافت ليا من الزينه من اللي عطيت. نحبسوا هنا. واش هما خداو بونيش وغادي تلقى الخير معاهم؟ وما جابوهم تعلمه عندهم الدار الاخرين مطلقين، هي مسكينه اللي مولات الشغال، هي مولات الطياب، هي مول وعادر الخدمه في الزنقه وتجيب الفلوس وكيحيدوهم. لا عندنا شهيدك كتقسم الفلوس كتخليهم عندها كتخبعهم عندها، وعطو دوك الفلوس اللي كانت كتجمع وبيهم تكفنات، بيهم تكفنات يعني تاريال ما خاسرينش عليها. وعد مزلين كيخرجوا وطرطقوا فينا عينيهم ويخرجوا يهضروا. وباز ليكم اللي ما تتحشميش يا داك نجات، اللي ما تتحشميش، اللي مازال كتخرجي وتباهري معانا اللي انتي وتجلسي حداك امك. وباز وباز زيدوا نكملوا. تعالى يا حبيبتي عمرك يا بنيتي رتي ميته وتقولي امي زادت عليا، عمر ليا من الزينة ما شتيها مع اختي. فاش زيدة بنيتك؟ عندها دابا 32 بيني وبينها عام. الله يربي. انت تقولي طلعت ولادها ديال هكاك من ماتت كانت عندها 32، راه عام دابا راه عام. وانت ما تتبغيش تعاود لي انا، تتخافني نتقلق، تقول لبنتي اللي كنتي عايشة في العذاب دوزي تقعدي بحالاتك، وانت تقول لي خليني ندبر الحمل. اش كم ولا ما خليني ندبر الحمل؟ نهار اللي حملت بهذيك يسرى بقات مساعبة تا ولدت هذيك يسرى. قالت لي مي دابا انا شربت معاهم الكبده، كي غندير لبنتي؟ وبنتي العروبيه ما فيهاش المدرسه اللي غنقريها وما فيهاش ديك وهادي وهادي، خليني صابره عليها تا يدير الله ما دار، يكفي تبدلوا. كان هويا خدام في البني. مره ملي تيقعد تتنوض هي مسكينه تخدم في الديور. يعني هو من اولو وخيب معاها. تتخدم في الديور. وتتجيب له، تتقول له قسمي معايا في وسط النص. منتيش عاجيتي وغادا تاخذي هذيك كامله، قسمي معايا راه تيب بنتك. تتقول لها خالتي راه تخدم معايا في الدير باش نمشي للحمام وباش نتكافى مع راسي، وهذاك راه بنتي. تقول لها حطي حقك ديال الصير تاع الصير، تتحطو وتتعطيه هويا خالتها
علاش قلبت على هذه القلبة؟ قلبت عليها. علاش؟ إوا ما عرفتش. هي هذيك بقات بنيتي مرة مرة تجي واحد الوجه بحال وجهك من فرنسا تتخدم معاها، راها تكلمت في هذا الشيء. ها هو هضرت في الشعور له. هي هذيك ما بقات تخدم معاها شوية، ولات هي متى تمشي ساعة قعد ساعة باب الله تمشي ساعة معاها 27 تمشي ساعة معاها. وشوفي الصبر ديال هاد الدرية، شكون اللي كتمشي تسعة سعاد؟ سعاد يومن هي وختي، هي وختك دابا خاطر تمشي الشهر الله يطرب فيها ولادك الجاي كله 27 تقول الناس يخرجوا الفلوس بزاف والراجل ما تسوقش تتمشي تعرف تخرج الساعه، ولكن خاطر تتمشي تعرف الله سبحانه وتعالى. ولا كذبت اختي في دار الحق وانا في دار الباطل، هذا الشيء كله صحيح. ويمكن تنحط الباطل على شي حاجه ما كاينش، راه شي شهود راه دابا ولاو معاه هما قالك شافوا اختي تتسعى في الجامع ديال ولاد وجيه. ماشي مشكل قلنا عنده وزو هذاك الشيء، اييه ماشي مشكل. شويه حملت تبت بنت، وعلاش هي ما دارتش الاحتياطات ديالها؟ علاش ما كنتيش كتقولها ديري الاحتياطات ديالك؟ علاش بقات عاودت حملات معاه؟ حيت مسكينه بحال اللي كانت تشوفو باغي الولد، وهي من حملت بالبنت الاخرى زعما تسحب راسها ولد. هوايا ديما تيدفع على هذاك باغي وليد باغي وليد، حيت كتبغيه بغات تبغيه كانت باغا تربيه بأي طريقة. قالت زعما عندي بالولد راه السيد عرضيه بغاتو مسكينه بزاف. صح ما كنقولوا له شوفي واه دابا دابا يتبدل، دابا راه مو براسها تقول لك انا باه راه كانت عينو زايغه، ولكن صبري سمعوا كتك مو براسها تقول لها حق خدمي وتعاوني وصبري. دابا صبري على راجلك، صبري على راجلك وصبري على هادشي وعلى هاد الدل وهادشي السعايه وفي السعايه. ولكن هادشي ما كناش كنا مخبيين زعما تقول خلي صابره على بناتها، يعني فهمتي تقول لي انت مطلقه وانا نطلق ما جات شويه وانتوما في الدوار. اش من دوار نتوما؟ دواغر سيدي سليمان. دواغر سيدي سليمان، دوار دواغر سيدي سليمان. كنعرفوا حنا دوك الدواور والباديه تتكون المهم شي البنت شويه عيبه تطلق يلقاو يقول لك في الدوار وطلقت لك الاولى وطلقت لك الثانيه حقك الوالدين ما كترضيش. وعاقب بها الدوار تيقولوا لي بنتك ما عايشاش مرتاحه، وتضربوا معاها نهار العرس ديال خويا، ونهار العرس ديال خويا خلاوها وسمحوا فيها وداو هو تيشوف بعينو. ناضوا خواتها تضاربوا مع اختي قالوا لها حق زينه العرس ما تسوقتيش لينا، ما عطيانا زعما الماكله ديالنا بوحديتنا نجلسوا وتجيبي لنا تفرحي بينا بالحلوى. مسكينه تخاصموا مع داو خوهم وداو هو كان عام قود في ما ردوش فهمتي. يلا دابا من دخلت شي ديال ولدي ودخل شويه الفلوس ولات عنده شويه القيمه شويه الشخصيه شويه هذا كانوا عام قود قالوا له راه اش دارتنا واش دارتنا خلاوها مسكينه تم في العرس وبشاو في حالهم. مسكينه بكيت 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 هذيك الدريه زعما كاين راه داز عليها العذاب داز عليها العذاب. التليفون وقيل ماشي عندنا حدا. اما واحد اختو كانت مطلقه راه رجعت هاد راجلها تتقول لها صحابي خويا باغيك راه هنا اللي شادك راه داير لي لياتك. ايوا تقول لي هكا السيده كيفاش غتحس؟ التليفون ديالك تقول شحال من مره امو تتفكها منه. نعم من خواتاتو. اسمعي يا طوم كروز، سمعتي يا طوم كروز كان غاشي زين بعدا فيك علاش غيتكايلو فيك هاد العيالات. عيت من سول راسي بعد المرات كيطار ليا النعاس كنخمم ما لقيتش شي جواب شنو بغاو فيك هاد العيالات، علاش كيمشي وقال يتبعوك ولا علاش كيبغيوك وعلاش ما فهمت والو ما فهمت والو ما نعرف هادو راه خصهم العصاد العيالات اللي تابعينك والله الا خصهم الى الهراوه خصهم يتربوا من جديد. هاد الشيء بزاف هاد التصلقيط وهاد الخنز اللي ولينا فيه. زيد دابا تيقول لك حنايا عمرنا سوعتنا وصلناها بكلمه العيب وعمرنا ما عقرناها دوزوا عليها العذاب الشديد وزاد هوايا كمل ما دخل لهذا الشيء. نقولوا لك المهمه بالله راه غادي عتي يصور مع هاد البنات باش يربح الفلوس ما خصوش يقول لهم مجوج لدرجه تيجيو عنده الناس دار تيشوفها مركبه بنيتي تقول شكون السيده تيقول لهم مرت ود اختي مسجدت في الحج داير فيها خير. يعني هو فاش دار القناه كيفاش دار هاد القناه ديال اليوتيوب شكون يطيح عليه هاد الفكره ما عرفتش. واخا كوك هنايا اختي ما عندهاش التليفون كنت عطيتها تليفون نوكيا شويه بحال بلوكا للنمره ورجعتنا التليفون صيفطاتو لنا مع واحد الزهره هما ما يخلوش دير التليفون حيت مسكينه كون كان عندها التليفون النهار اللي طاحت كما قالوا هما طاحت طلع مجبدين خسروا لها التليفون حيت حصلوها كتعاود لختها باش ما تلقى الا بغات تهضر غادي يعطيوها هما ويقفلوها على راسها باش يعرفوا الهضره اللي كتخرج باش ما تشكيش وتعاود اللي وقع ليها لختها. شوفوا شوفوا شحال ديال المصائب داروا هاد الناس حتى التليفون
حيدوا له خربقوا له، يعني الا غتعاودي لختك الا ما حصلوها حصلوها كتعاود لختها. ايه العائله الله يرحمك المو سعاد، الله يرحمك الله يرحمك سعاد، الله يشهر حقك مع هاد الناس، الله يشهر حقك. بيتا دابا هادشي كلشي اختك ما عندهاش حتى التليفون، ما عندهاش حتى التليفون، كتواصلوا معاها تنهضروا معاها عند اختهم مطلقه كاينه تما في الدار اللي هذه اللي ولده في الحبس يقول لهم مرت ولد اختي اختهم مطلقه. علاش 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 داروا ليها هكا وهي من دمهم ومن لحمهم؟ شافوا الفلوس شوفي، ولكن هادشي قلتي من الاول هم اللي من الاول عايشه معاهم في العداد، وهي عايشه حتى هي اللي تبعت العائله تقول لها شدي بنتك شدي بنتك راه مشديش بنيتك والعائله راه وتنرجعوا عندها. دابا شحال مره قلنا لك شدي بنتك شحال من مره وها انت دابا دفنتي بنتك، علاش مش دابا شحال من حاجه تلكوا ها هي علاش ما شديتيش بنيتك؟ كلشي جات لي ما فرقش بناتي، خليني نعيش معاهم وندببهم حتى يكبروا، وهذيك الساعه رانا عارفه راسي نجيب حالتي عاد مره. كنت كتشكي عليك مسكينه ما كانتش تبغي تقول لي انا بزاف الشكوى كنا كتقول لي عندك تعاودي لامي تقول لامي تتعصب وتقول لي ما تقول حيت امي تتعصب خويا القلب مسكينه بزاف حيت انا كنت مجوجه حداها، انا بزاف عندها معايا كونطاك حيت كنت مجوجه حداها تما كاين قبل ما تطلقي قبل ما نطلق وبحال كما كنت عاود ثاني طلقت وجيت خدامه هنا بكازا ما تقولي شوفي ما تجيتي للعطله انا كان عندي مشاكل مع راجلي. انت قدرتي انت قدرتي تكوني قويه وتقولي ستوب انا صافي حنا علاش شنو الفرق ما بينك انت وبين شو الشخص الفرق ما بين شخصيتك؟ هي تمشي اختي تمشي للدوار ديالنا يقول لك سعاد درويشه اسيا فيها واحد النوضة صافي انا لبشيت فيها سعاد درويشه كبرت وكانت شي وحده شطاماطه والله ما يديروا لها قلتي ما بقيتش بغيت نطلق صافي ما نقدرش انايا انا ما تنتسوق انا مشيت على دماغي بالرغم وقيله الا جينا نسولو غنلقاو ما كانش كيوقع لك ترى داك الشيء اللي وقع لها انايا الصراحه انايا ما كنتش تنسعى ما كنتش تنخدم صراحه كلشي كان عندي ولكن كان عندي المشاكل مشاكل النوع انا الراجل ما عليناش وما كاينش مفاهمه كاين كلشي كاين يعني العيشه الحمد لله كاين خدام يعني خدام ولكن مفاهمه انا وياه لا علاقه ما تنتفاهموش كانوا في شي حوايج اللي ما عجبوكش ما عجبوكش حاولتي تصلحيهم ما تنتفاهموش ما تتفاهموش يعني من الاول ما تنتفاهموش يعني تنجلس معاه هويا هكا شهرين عام في دارنا فهمتي تنطلق نعم. ونعاود نرجع صافي حديت هادشي طلقت راسي ولدت وليد معاه ولدت وليد ورغم ذلك قدرتي انك تمردي على العادات والتقاليد ديال الدوار واللي بغى يقول شي حاجه يقولها صافي طلاق ماشي عيب طلاق ماشي عيب طلقت راسي وجيت خدمت هما شنو تيقولوا لها تيهدوا تيقول لها بحال جات مو تتعيط في التليفون تقول لها عاد جي ولا جلسي حدا اختك اسيه تما السيده تيمشي ولا مسكينه نقطه ضعف هي ما تقدرش تطلق وما تقدرش تضيع بناتها بناتها تموت عليهم شنو كتخدمي انت؟ انا كنت نخدم هكا يا ميناج كوزينه في شويه ما قريتوش بجوج لا يعني عندكم نفس التكوين تكون في حالك حتى هي كانت تخدم حتى هي كانت تخدم نعم قبل ما تجوزي شخصيتك قويه على انا هي شخصيتي قويه هي مسكينه تسمح في حق لدرجه تنقول لك واحد النهار جات غضبانه عندنا علاش جات غضبانه مو تتمشي حاجه كالزبل هذيك بركاسه تتميخلش تبدل الكورطابلات وداك الشيء لقات واحد مونيكا كل الناس تيخرجوا هذاك الشيء جابتها هزوها الدريه تيلعبوا بها ملي تيلعبوا بها قطعوا لها الشعر بنات اختي قالت علاش قطعوا لها الشعر هذيك المونيكا عندي سوق ثمن بيعه علاش قطعوا لها الشعر ما تقربيليش مونيكتي ما قالت اختي تدفعني هكايا وما عرفت كيفاش طرشتها ولا شنو جات اختي فحالها جات فحالها للدار خلات البنت الكبيره جابت الصيره تعرضت لها من الشانطي قالت لها مالكي بقات تبكي تبكي قالت لها قهرتني اختك قهرتني امي قالت لها هو قلت لك تفرقي منهم وبغيتي تفرقي منهم اختي دخلت جلست جي خالتي حاشا واش نقول خالتي طيب خذ فيها الحق جيتي ترعدت دخلت علينا الدار قالت لها جيتي وهانا جبتك الدريه الكبيره اللي هي يوصل صيفطها مع اسيه تخدم ديري لها طابليه الا كذبت عليها ولا زدت على اختي شي حاجه خسيره في دار الحق وانا في دار الباطل ربي عيا خذ فيا الحق قالت لها ها هي يسرى دير لها اسيه طابليه وديها تخدم يعني ما عندكمش المدرسه هنا فين تقرا ها هي دير لها طابليه وديها تخدم معها الديور نهضوا تعاطوا كلشي في الدوار اش هذيك الحاله دارت اختك اش هذيك الشوهه قالت امي حق راه انايا هزيت فيها العين بزاف ما تطرداش امي قالت لها انا قصحت معها الهضره وقلت لها اش هذه الحاله دايره لبنتي واش تكربي كلشي والو ما تطلقاش واش تطلق عيب امي انت هي اللي بغات تطلق ماشي عيب طلاق ماشي عيب قالت لك اختي ولدات ما كنطلقوش وتا امي كتتنحي اختها دور عندنا عيب نطلقات قالت لي خليني ندبب بناتي نكبرهم شويه كاين مول الدار الحاجه راجل كبير ما عندوش مسكين ما كيشوفش ما عندوش مسكين ما عارفش اش واقع لا عارف اش واقع وهدار على بنته ديما تيهضر حيت هو مرت الزلازه ديال بنته قاعد في فم الطبيب وتيقول له ما عداش العائله نهار اللي كانت اختي ميته جالس تما الراجل أبو اللي عنده عين شاف وقال لك حق ما شفتش دابا من خلال هذا الشيء اللي هضرنا نجيو نشوفوا لقاو ان اختكم هي كانت مخطئه انا صبرت على هذا الشيء اختي سمحت حقها بزاف انت صبرت بزاف تتحمس صبرت على بناتها مسكينه غدا توصل النتيجه تقري بناتها
اش غنحبسو هنا؟ صبرات على بنات راه القطه وكتهز ولادها بسنانها وتخبعهم في شونها. يا راكي ام فاطمه الزهراء، راكي ام، راكي عارفه الام راه كتخاف على ولادها، كتبغي توصل ولادها، كتبغي تقري ولادها، وهي هاد الامكانيات كلهم ما عندهمش في البلاد ديالهم في العروبيه. يعني صبرات صبر اللي ما تصبروا حتى شي وحده، يعني كافحات خدمات تكرفصات عانات وهي ما كتهضرش. بدا هو المشكل ديال المرحومه كانت كترد لقلبها، ما كتهضرش كتعاود لختها ملي حصلت خسروا لها التليفون ولا هرسوه ليها ولا بغات تهضر معاهم ولا تسلم عليهم، غتوقف عليها اختو على راسها وتعطيها التليفون ديالها وتصمت على المكالمه. هذا هو اللي كان تيوقع للمرحومه سعاد البريك. خوتي خواتاتي، هاد العائله الا كان غير بحال هكا، غير بنقص انسان يتناسب مع هاد العائله بحال هكا، الا غيعطي بنته وفي الاخر يجيبها في الصندوق ولي يجيبها في هاد الحاله مقتوله بالتسمم، غير بنقص غير بنقص. اللهم الدوار والعروبيه ولا هاد الدل والعيشه ديال الحر اللي كانت عايشه فيها المرحومه سعاد. يعني السيده صبرت 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 ما فيه لي كفايه، ولكن باش توصل للقبر علاش؟ حيت ما بغاش تعطي الموافقه، يعني خايبه حتى المعاوده، اقلوش افر الطحين اسرق الزيت بالبودارع، كان عليك تطلقها. نسيت انت ما عندكش الغرض، ما عندكش الامكانيات باش تعطي النفقه، داكشي علاش ما طلقتيهاش. انا قلتيها بفمك، قلتيها الا طلقتيها غادي يديروا عليك النفقه، وتمشي هي تطلقني، تمشي هي تطلقني. لقيتيها مخرجاكم يا الرجال، كتمشي المرض تطلق راسها كتخرج طويله. نحن لكم بالمرصاد، سميتي نحن لكم بالمرصاد، ملف تحول جنايات، طرتو فرفرتو عواجيتو تشيرتو، ملف تحول جنايات. دابا كنساينو غير الملف يدار ليه رقم ويدار ليه جلسات، وعاد ارى برع، عاد ارى برع. انت وامك والزوجه ديالك تحولتو لجنايات، وسرعة تخرج بدات السب وبدات العان وبدات الطير، عمول الشكايات اللي غدير الشكايات. حنا درنا بك الشكايات، مشاو الخميسات عطيتيه عنوان، مشاو الخميسات. وحسبي الله ونعم الوكيل منك اقلوش، ومن صحابك داك السرباي، نوبتك هي جايه السرباي، راك غتجر معاه ان شاء الله، لا انت ولا داك مول البطاطا ولا داك الاخر، انا ما كنعقلش على السميات، كلكم غتجروا. تعارفوا مزوج والسرباي ودور الضبابه، ترابي دور الضبابه، عارفو مزوج وانت العقل المدبر، شتي طرتي ولا فرفرتي ولا حيتي لي من فمي، انت العقل المدبر لان لقيتيها قضيه مربحه. قلت له غير سير في الخط، راك حنيتي عليه وهضرتي عليه وانت فرحان، وحسبي الله ونعم الوكيل منكم ومن اللي كيساندكم ومن اللي كيعاونكم واللي ماشي معكم في الخط. هذيك المصيبه ديال فرنسا سمعتي، لا تقصريش اللي في جهدك سيري ديري، انت موالفه بالتخرويض وعايشه حياتك كلها غير بالتخرويض وبالكذوب، سمعتي عايشه حياتك غير بالتخرويض وبالغش وبالكذوب. ونتمنى تكوني في شهر السعود هنا، نتمنى تجي امولات ستين وجاء الحربايه اتاتا، سميتي انتي نسميك انا تاتا، كتبدلي كل مره باللون، والملك الله العظيم الشاب الناطق ديالو ملك الله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وحسبي الله ونعم الوكيل منكم اللي كتصفقوا للظلم، اللي كتغطيو على الاجرام، اللي ما باغينش الحق للمرحومه، وكتضلوا العداله بزاف عليكم حتى تضلوها، كتضلوا غير الراي العام، ام العداله غاده في المسطره ديالها، سمعتي
غادة في المسطرة ديالها. وباقي المفاجآت والصادم قادم إن شاء الله. أقلوش أبو دارع أسرق الزيت العور سمينتي جداتك هيا كتعطيك علاش تقلب. أنا نوريك جداتي ماركيز وقيل أنت اللي كتشريه ليا وكتحل ليا الباكية وتعطيه ليا. والله تفكيت معاكم إلى النهاية ديروا اللي درتو بغيتو طرتو فرفرتو سبيتو درتو اللي بغيتو. المهم مهولة أنا غادة مع الملف اللي تبنيتو لأن عارفة القضية حمضة عندكم القضية سالية. واللي فكرشو العجينة راه كيخرج يضرب يخرج يخرج فينا عينيه واللي فيه الفز يقفز غا بوحدو يخرج ليه لا يسقيه ليه بدا لا 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 لا. وملتقانا إن شاء الله في الجنايات وعاد أرى الجنحي وعاد أرى ما هو وما لونها. خوتي خواتاتي تحية كبيرة للمتتبعين ديالي الغزلان وكيف العادة لقطعتان تعادة أمح عليكم وملتقانا كل مرة كل مرة حتى نسالي وحنا هاد الملف عاد نسكتو عاد نسكتو كيخرج يسبنا ويحرش القنوات ديالو داك ديال الصرف الصحي كيتعاونوا. خليكم تتعاونوا خليك كتحيدوا علينا لعلينا شي سيئات زيدوا فيه وكتبينوا بانكم بخير بخير ملي كتخرجوا تسبوا تخرجوا ترتقوا عينيكم ضيله اللي فيه الفز تيقفز واللي في كرشو العجينه تيبان وولد النعجه ياكلوا الديب. تحيه كبيره ليكم وباي باي وملتقانا دائما مع الملف المرحومه سعاد البريدي.